هنا باسطوالب العاصمة، مطعم السمفونية. عندما يكون للطعام والأكل ذوق وفن، امتزجت فيه الأطباق التقليدية بالعصرية، فشكلت لنا هذه المائدة. بكم مطعم السمفونية المتواجد في اسطوالي الجزائر العاصمة، وجمعنا عدة أطباق يعني من كامل التراب الوطني، يعني كل ولاية عندها ثقافة. ديجا احنا هنا في الجزائر كل ولاية عندها ثقافتها، عندها الأكل تاعها الخاص. احنا جمعناهم قاع في مطعم واحد، وهذه عن تجربة شخصية. أنا جوسة مع العائلة تاعي، كل مرة نروح المطعم يكون تضارب بيناتنا، على ملقاوش واحد وش يحب ياكل هذه ميلقاهاش، يعني كان كل واحد مختص بأكله. وحنا جمعنا كاع الأكلات يعني البحرية، يعني التقليدية الصحراوية الغربية. الباحث عن الأصالة والحداثة يجد ضالته في هذا المكان الذي يجمع أشهر الأطباق الجزائرية ويوفر جميع الاختيارات. أطباق اللي يشتاقها المواطن من عصرية وتاريخية، والجدود جدودنا بكري كانوا يطيبوا بالمهراس، يطيبوا بالطين. احنا درك عدنا احنا لهنا نطيبوا بالطين، نطيبوا بالحطب. الأكلات اللي عدنا تتنوع من كل شيء. C'est un nouveau établissement au niveau de Medinat Alger, un restaurant qui s'appelle Symphonie. Mokhtassam, Moutnaoua, qui a une spécialité moderne, spécialité poisson. En même temps, c'est la spécialité traditionnelle. السمفونية. هكذا أراد صاحب هذا المطعم أن يطلق عليه هذه التسمية، ليكون الطبخ فن وذوق مع تنوع ما تزخر به الجزائر من أكلات متميزة.